تصريحات اليوم ائتلاف النصر الذي هو ضمن الإطار التنسيقي قال بأنه لا يوجد أي مرشح لرئاسة الحكومة من قبل الإطار التنسيقي حتى هذه اللحظة. بالأمس كانت هناك تصريحات لقيادات في ائتلاف دولة القانون بأن السيد المالكي أحد المرشحين، وأن هناك 5 مرشحين أيضا، كانت هناك معلومات بأن الإطار قال 5 مرشحين. يعني هذا التضارب بالمعلومات بين ليلة وضحاها يعطي انطباع إما أن هناك خلاف داخل الإطار التنسيقي، أو أن الإطار التنسيقي بين فترة وأخرى يطرح بعض المعلومات التي قد لا تكون صحيحة لجس نبض الشارع. تعليقك. شكرا جزيلا، مساء الخير أستاذ أحمد، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم وكذلك لقناتكم الموقرة المشاهدين الأعزاء وإلى زميلتك العزيزة. حقيقة أنه ما طرح من أن هنالك شخصيات مرشحة لشغل منصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي، أنا أفسرها بجانبين، أما اللي هي عمليات تسريبات لجس نبض الشارع كما تفضلتم، أو أن الموضوع هو مجرد يعني تهويل إعلامي أو لعب إعلامي ليس إلا، لا يوجد هنالك شخصيات في الوقت الحاضر، الموضوع كله منصب على شخصية رئيس الجمهورية، وما يمكن أن يحصل داخل البيت الكردي والتوافق الذي من الممكن أن يحصل داخل البيت الكردي لترشيح رئيس جمهورية. اليوم احنا سمعنا أن هنالك لربما أن البيت الكردي يأتي بشخصيتين إلى بغداد، وهذا أيضا ضمن التسريبات أو هو ضمن الجو الإعلامي اللي ممكن أن تشتغل عليه يعني الوكالات الإعلامية والمحطات وما إلى ذلك. فلا يوجد هنالك شيء حقيقي. معلوماتنا الدقيقة من إقليم كردستان أنه لا يوجد هنالك توافق على أي شيء داخل إقليم كردستان، ومعلوماتنا الدقيقة داخل الإطار التنسيقي تقول أنه لا يوجد هنالك أي شيء يخص ترشيح رئيس الوزراء أو تسمية أي مرشح لرئاسة الوزراء. لا زالت الأمور يعني في بداياتها، وأعتقد أنه الإطار التنسيقي يوم أمس قام بتشكيل لجان للتفاوض مع الأخوة داخل البيت الكردي وكذلك الأخوة في السيادة. هذه الأمور اللي وصلتنا واللي هي حقيقية 100%. أما ما صدر من هذه الجهة أو من تلك فأعتقد أنه لا صحة له أو أنه كان غير دقيق بالمرة.